السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. دلوقتي لو واحد مثلا بيغتسل في الحمام أو بيعمل أي حاجة ومن غير قصده من كتر يعني من الذكر بيذكر ربنا، بس اللي هو بيحاول يكتم يعني اللي هو ما بيتلفظش بيها. يعني يذكر ربه في نفسه أثناء الاغتسال. من غير قصده اللي هو يعني. أيوه يعني يذكر ربه في نفسه أثناء الاغتسال. أيوه. لا بأس بالذكر في النفس.